ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن الطعم جديد والشكل جديد. بنعمل النهاردة سمك المكرونة مقلي بالطشة. أيهما طشة؟ هل هي طشة الفتة ولا طشة الملوخية؟ بالتأكيد طشة لها ابتكار جديد، هنشوف نعمله مع بعض إزاي مع سمك المكرونة. بيقولوا له في الكنترول ينفع الطشة دي تمشي مع أي نوع من أنواع السمك؟ آه، سمك بلطي مش هتقول لأ، سمك البربوني مش هتقول لأ، سمك مقلي مش هتقول لأ. أنا عامل طشة دلوقتي خطيرة اسمها الطشة المغازية للسمك المقلي، شوف نعملها مع بعض إزاي. معانا مكرونة سويسي لونها أبيض ولطيف، ما فيهاش غير الشوكة أو الحسكة اللي في النص، ومعانا معلقة طحينة، معلقة توم، معلقة فلفلة حلوة، وكمون وكزبرة وعصير ليمون. مقادير في متناول الجميع، ولكن الفكر البسيط والسهل ده عندنا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلوة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنتبل المكرونة، ولما نيجي نتبل المكرونة ونقدمها، احنا بقى مش بنوزن المكرونة هنا وبنعمل الموضوع يبقى كتير، احنا عايزين المضمون. مكرونة معايا اهيت، اجهز الاول الخلطة بتاعتنا. الخلطة عبارة عن شوية بهارات كده مع توم، بسم الله الرحمن الرحيم، معنا شوية بابريكا، شوية كمون، شوية كزبرة، بهارات اللي احنا بنحبها كلنا يعني مع السمك وهي معروفة، كمون وكزبرة، فلفل، ممكن تحط شوية كاري صغيرين مع السمك بتبقى لطيفة وحلوة، المقلي بالذات، الملح بتاعنا بالشكل ده كده زي الفل. ومع السمك الطازة يا أختي الله يوفقك ما تكتريش البهارات عشان تعرفي نوعية السمك إذا طازة ولا مش طازة إزاي، وتعرفي السمك البلطي من الدنيس. كترت البهارات يبقى أنت هنا بتستطعمي توابل وبس. حلو الكلام؟ طيب معلقة طحينة صغيرة مع الخلطة دي، اللهم صل على النبي، شوية توم طازة، عصير الليمون بتاعنا. حلو الكلام. وسنة من الشبت صغيرة بأطراف الأيادي الخبزة، ونقلب ده كله مع بعضه كده. حلو قوي. نعم يا غالي. آه، سؤال لطيف قوي على فكرة. أنا هجاوب السؤال، مش هجاوب على السؤال ده غير في نهاية الحلقة. ليه حطيت معلقة طحينة في تتبيلة السمك؟ علل ولماذا القول؟ ليه حطيت طحينة في تتبيلة السمكة؟ كده التوابل بتاعتي جاهزة بالشكل ده كده. قلت أنا عملت إيه؟ كمون وتوم وكزبرة، عصير ليمون، ما حطيتش أي نوع من أنواع الدهون، لا زيت زيتون ولا زيت أي زيت خالص. وطبعا حطينا معلقة الطحينة وشوية البهارات بتوعك اللي أنت حباهم، كمون كزبرة حسب الاختيار. حلو الكلام، لغاية كده زي الفل. كل القصة همسك المكرونة دلوقتي وغير من معالمها شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. مكرونة طازة تشتريها من حلقة السمك، وانت بتشتريها حط في الاعتبار تكون طازة بالشكل ده كده. بتعمل ايه يا شيف؟ انا مش عايز الروز بتاعت المكرونة دي. المكرونة بتتفتح من عند الراجل السماك، بتتشال بطنها، ربنا كرمك وجبت 5-6 كيلو، اوعي في حياتك تخزيني سمك ببطنه نهائي خالص، لان هنا وخاصة لو كان مزارع السمك ما يتخزنش ببطنه، يتنظف وبعدين تشيليها في اطباق تخزين. المكرونة اتقطعت بالشكل ده كده. التليفونات بتاعتنا على الشاشة للتواصل وللسؤال والإجابة على السؤال. أخدت أنا تقريبا كيلو مكرونة بيعمل تقريبا ما بين 20-30 حبة. نشيل الطبق ده من هنا. حلو، وتعالوا نشوف نكمل مع بعض ازاي. بساوي المكرونه كده الروس كلها جنب بعضيها، تسويه الروس دي مهمه اهي، شفتي اهي، ونمسكينها كده بالساتور اهو ونقطع كده. حلو، وده ملوش لازمه، نشيله كده نرميه. حلو الكلام، لغايه دلوقتي ماشيين خطوه خطوه عشان اخليك تشتري السمك من الحلقه وتعملي في البيت. تبقى انت عارفه الزيت اللي بتقلي فيه، وعارفه توابلك، وعارفه كل حاجه بتعمليها زي الفل. هنتبل السمك بالشكل ده كده. دي المكرونه، معلقه الطحينه، تاني هقول والمقادير على الشاشه، طحينه، توم، كزبره،
بابريكا، انا حطيت معلقه كاري، ممكن تحط او ما تحطيش، عشان كده بقول لك التوابل اللي انت حباها بالشكل ده كده، والملح وعصير الليمون، كل ده مع بعض. مكرونه كده اتبلت زي الفل لغايه كده، المرحله دي تمام حلوه. هناخد السمك بعد التتبيله الحلوه دي كده، بنسقطه في الدقيق. حلو بالشكل ده كده، نفتحها الفتحه الصغيره دي كده. حاضر، المكرونه اهي، هي المكرونه مفتوحه كده كده، بس انا بفتح الفتحه علشان انا عايز اعملها بشكل النهارده جديد. واخد التتبيله كده واحطها في الدقيق كده تاني اهو. نيجي عند بطنها كده وبنكمل الفتحه بتاعه التنظيف اللي نضفها لك الراجل السماك بالشكل ده كده، ونحطها في التتبيله دي كده ونحطها كده. نفس القصه، المكرونه يا اخوانا في متناول الجميع، بنشتريها من السويس، بنشتريها من حلقه السمك، من الاكلات اللطيفه الحلوه، بنظلمها دايما من ضمن انواع السمك لان بنقليها في زيت كتير وبتشرب زيت ما بتبقاش لطيفه. فانا عايزك تعمليها النهارده بطريقه جديده، طريقه المغازه اهي، تبلناها مع بعض وانا شغال بقول التتبيله تاني. وليه حطيت طحينه يا مغازي؟ مش هجاوب غير في نهايه الحلقه، بشوقكم للاجابه. شفت انا بعمل ايه؟ انا بفتح السمكه من بطنها بسكينه كده، واخد التتبيله واحطها في التتبيله على بطنها، وهنشوف ازاي نقليها من غير ما نشتري 5 كيلو زيت، ولا نحرق زيت كتير، ولا تشرب زيت مننا. وفي الاخر بنحط عليها الطشه اللطيفه الحلوه مع بعض. حلو قوي السؤال ده. السمك طبعا من الحاجات المهم جدا، وتخزين السمك حسب نوعيته. القشريات زي الجمبري، زي الكابوريا، زي الاستاكوزا، وخاصة الكابوريا وتحتها خط، ما تتخزنش في الفريزر أكتر من 15 يوم، لأن درجة التبريد في الفريزر 20 تحت الصفر. فتخزين القشريات زي الكابوريا بالذات والجمبري، اللحم بجوه بينشف جوه القشريات، فبتيجي تفتح الكابوريا شكلها حلو وكل حاجة، بتلاقي اللحم ناشف جواها والتجميد نشفه. فبنصحكيش تجمدي الكابوريا اكتر من 15 يوم، لقيتها رخيصه بقى مش رخيصه ده مش موضوعنا، علشان تستفيدي بالطعم بتاعها. انما عايزه شكل بقى والجو ده، مفيش مشكله خزناها يا رب 6 شهور، انما هتفتحي تلاقي اللحم جوه ناشف واختفى. اما الاسماك زي الفيليه او زي المكرونه اللي معايا دي كده، الطبيعي لما تيجي طبعا تخزنيها لازم تنضفيها كويس، والنظافه مهمه جدا على فكره، علشان ويتغسل، يتنظف ويتغسل على فكره. وبعدين نخزنه في الفريزر زي ما احنا عايزين بقى، 6 شهور مفيش مشكله، 3 شهور مفيش اي مشكله من ناحيه السمك ولا ماده حافظه ولا حاجه. سبحان الله، الاسماك مفيش منها اي ضرر في التخزين فتره طويله في الديب فريزر. المكرونه تبلت بالشكل ده كده، كل اللي احنا هنعمله بقى اهي، نقلبها كده في الدقيق مع التتبيله الحلوه زي الفل. مهم جدا تشرب من التتبيله والدقيق بالشكل ده كده. اول حاجه بس انك انت تفتحي بطنها فتحه كامله لغايه الديل، كانك بتفتحي الجمبري، ظهر الجمبري. والمكرونه على فكره سعرها في متناول الجميع مش غاليه ولا حاجه، لما نقارنها باي نوع سمك هي افضل انواع الاسماك، لانها سمكه بريئه في الاكل، مش بترمرم زي كل الاسماك، عامله زي البربوني كده، عنده شويه ايه خصوصيه في الاكل بتاعه. هي المكرونه السويسي بالذات، المكرونه البلدي. حلو الكلام. ادي المكرونه بتاعتي زي الفل كده، اتبلت المكرونه زي الفل. معايا طاسه على النار شديده الحراره، ولما اقول شديده الحراره يعني طاسه سخنه جدا على عين البوتاجاز، بحط فيها زيت زيتون او زيت عادي خالص حسب الرغبه يعني. حلو قوي، كفايه قوي شويه الزيت دول. مع الزيت ده يا عم الشيف بنحط معلقه من الزبده، اللهم صل على النبي. ناخد شويه دول كده زي الفل. المكرونه مش بتاخد وقت كتير في السوى، ونبدا احنا نرصها مع بعض كده. بسم الله. موضوع لطيف وبسيط خالص اهو مع بعض. شفت الجو ده كده؟ مش لازم بقى اجيب قلايه فيها زيت كتير،
وحمر المكرونة بتاعتي. شوف هتعملي زي زهرة عباد الشمس كده. اللهم صل على النبي. تاخد تحميرتها في الاخر هنقلبها بالطشة بتاعتنا اللطيفة الجميلة، وهناخد الطشة بتاعتنا من الزيت والزبدة اللي احنا بنحمر فيه على فكرة، مش هنستخدم زيت جديد ولا زبدة جديدة خالص. في حاجة تانية هنا تمام زي الفل، المكرونة في قلب الزيت بتستوي، مش هنقول زيت بقى في قلب الطاسة هنا، هي بريئة طبعا من ان احنا نحط لها زيت كتير، بنسيبها تتحمر. وبعد ما بتتحمر بنشوف التركية الأخيرة ازاي أقدم المكرونة بطريقة جديدة النهاردة المبتكرة على طريقة الشيف المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن الطعم جديد، أنا معايا المكرونة قلبتها في الفاصل، لأن زي ما قلت لحضراتكم الطاسة عندي شديدة الحرارة، ما تاخدش وقت كبير في السوى المكرونة الحلوة اللطيفة الصغيرة دي كده. فبعمل تركية، بحب لما أعمل شغل حلو أجود فيه. يعني إيه أجود؟ بالمعنى إن أنا أعمله على تكنيك عالي من الخبرة. آدي السمك بتاعنا، ما شربش لا زيت ولا أي حاجة، شايفين حضراتكم إزاي؟ أهو. إيه اللي بتحطه ده يا شيف؟ ده بصل أخضر من خير أرضنا. بصل الأخضر لطيف، أنا بحبه دايماً مع الأسماك. ناكل رنجة بصل أخضر، بناكل فسيخ بصل أخضر، بناكل سمك يبقى بصل أخضر. برسم لوحة فنية من كيلو مكرونة لا يتعدى الجنيهات. أه. عشان بس من إيه ما نقولش الموضوع فيه إيه؟ تكلفة. حلو أوي، عاجبني أوي الشكل ده. معايا قرن الفلفل الحلو ده كده. تعالوا نعمل الطشة مع بعض بشياكة كده، نشوف هنعملها ازاي. طشة السمك المكرونة، نشيل البذر ده كده. طاسة على النار ونحط فيها شوية زيت صغيرين مع قرن فلفل متقطع بالشكل ده كده. لازم تستعيني بالسكاكين بتاعتك تكون تساعدك. الساطور ده بتلاتة تعريفة بتجيبيه مع السمك، حلو بيديك قطعية حلوة، نضفي بيه سمك أيا كان. طاسة معايا على النار، بحط في الطاسة دي معلقتين زيت صغيرين كده، بحط شوية الفلفل دول، بحط الفوس التوم الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. نعم عينيا نبيل، أعمل لك اللي أنت شلت دي من هنا. بص على كدينا كده، هو ده. معلقة فلفلة حلوة. حلو. شوية خضرة. في قلب النار وأقلبهم كده. ما خدتش من التايم بتاعنا نص ساعة لغاية دلوقتي. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ إيه الجمال ده؟ الله، تومة، فلفلة حلوة. قرن فلفل على النار بالشكل ده كده. الله، معلقة خل صغيرة. هو ده زي الفل. قليل من الماء المغلي. ليه حطيت مية يا شيف مع الخل؟ حتى تتطاير غازات الخل اللي ممكن تؤدي مشاكل مع الكلور. بسيبها على النار تغلي شويه التسبيكه بتاعتها، ونروق الدنيا كده حوالين النار، ونجهز السرفيز اللي هنغرف فيه. اللي هنغرف فيه طبعا مهم جدا، عشان كده المكرونه لازم نشيلها من النار. ادي السرفيز بتاعنا، عشان عندنا شغل كتير النهارده. لسه في مكرونه بالتونه، وفي سلطه الرنجه برضو بطريقه مبتكره. ايه الابتكار معاك النهارده يا شيف؟ احنا مع بعض. اللهم صل على النبي. سير فيه زي ده كده. اخبار المكرونه ايه؟ بص على المكرونه في قلب الصينيه. بص على الحلاوه. نعم يا غالي، تلزق فين بس يا غالي؟ تلزق فين يا حبيب قلبي؟ دي المكرونه، اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. هو ده، شفت الخليط ده كده؟ ريحه الخل طلعت خلاص، التتبيله الحلوه.
في هنا كيمياء بتحصل بقى دلوقتي، في ابداع طهو بيحصل. الحلاوه هو ده هو ده. اللهم صل على النبي. دي مكرونه يا شيف؟ مكرونه. زي ما هي كده في طبق التقديم واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. ادي المكرونه بتاعتنا. الف هنا وشيفا اللي ياكل الشكل ده كده. الف هنا وشيفا اللي ياكل بالشكل ده كده. والله يا شيف ده يعني انا مش هاكل الجمبري بعد النهارده. ودي حبيت المكرونة الحلوة. شفت اللطافة؟ البهريز اللي عندي ده أنا عايزه، ما ينفعش أتنازل عنه. نعم، شوف مكان ما حمرت كده بالله عليك. شفت شفت مكان التحمير دي؟ عايزة شوية رز أبيض مش رز صيادية. عادل الأكلة دي إخواننا السادة المشاهدين حبايبي، عايزة شوية رز أبيض بألف هنا وشفا. وجود البصل الاخضر هنا بيغنيك عن طبق مقبلات او انك تروحي على محل بتاع ترشي تشتري ترشي يفتح الشهيه. خلي بالك ما في حاجات كده بنقول عايزين فواتح شهيه، فواتح الشهيه من الاكله منها فيها بالشكل ده كده. ده المكرونه بتاعتنا، تعالوا نقدمها لحضراتكم كده. الف هنا وشفا، وتعالوا نشوفوا نعمل ايه بعد كده. اللهم صل على النبي. كنافي اهو. اي حبيبي عشان عايز اشتغل على النار. حلو قوي.